الليلة جاي إلى المعرض التشكيلي 16 لجماعة الفن التشكيلي بالقطيف. معرض راح ناخذ جولة بقى. هذا مدخل المعرض كما تلاحظون، طبعا هو مفتوح لمن أحب أن يزور هذا المعرض، وراح ناخذ جولة إن شاء الله بالداخل. هذه بداية المعرض، شوفوا ما شاء الله إقبال كبير جدا من حضور من الزوار والعائلات أيضا. هذه بعض اللوحات المشاركة، المدخل من هنا، وتلاقي اللوحات يعني موجودة، تجارب مختلفة، أكثر من 60 فنان وفنانة مشاركة. فجر طالع على ذات مأوى للغريب. اشتياق أنا لم أكن أحلم كثيرا، فقد كنت ألبس ذاكرتي على قضية الرقية. وهذه بعض اللوحات المشاركة، ومعاي بياخذ الجولة حسين السلمي، هذا من أجمل الصحفيين. كيف شفت المعرض؟ ازداد جمال وجودك. لا 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 صح، من جد يعني كيف اللوحات متنوعه. هذا الاستاذ محمد الحمران فنان تشكيلي جميل. الى متى المعرض مفتوح ان شاء الله؟ في 19 هذا الشهر. 19 يوم السبت. هذه الفنانه هدى القطري ما شاء الله احدى المشاركات في هذا المعرض، الله يعطيك العافيه. معرض جميل ولوحتك جميله.
الشاعر الجميل الأستاذ ياسر آل غريب. شايف والله حقيقة المعرض أكثر من جو ثقافي من درجة أولى. أجواء جميلة حقيقة أشاهد لها مع التشكيل والشعر. يعني نريد أيضا إضافات أخرى ثقافية. هذه اللقطات من أجواء المعرض ما زال مفتوح. التنمية الاجتماعية في القطيف مفتوح إلى يوم السبت 19 مارس مفتوح للجميع. ما شفت كل ما هي الواقع من ليت من ليت على السم صار الفنان زمان جاسم وهو منفذ وصاحب هذه الفكرة. جميل جدا اختلاط أو دمج هذه الفنون المختلفة في هذا. يعطيك العافية أستاذ. يعافيك عزيزي. شكرا لحضوركم ومتابعتكم. شكرا للأصداء اللي شجعنا نعمل تجارب أكثر مع مجموعة من الشباب والمحترفين. موجه دعوة أيضا للي يتابعونا بحضور هذا المعرض وأيضا بحضور هذا العرض الجميل. هو عرض أيضا موجود ضمن المعرض. خلي للتذكير إلى متى مستمر؟ مستمر إن شاء الله إلى باقي الأسبوع إن شاء الله من اليوم، يعني 10 أيام من إلى 19 مارس. شوفوا هذا المبدع هشام صورني، شكرا أرسلها لي بنشوفها مرة ثانية بس عليه. عموما معرض جميل جدا جدا جدا، واللي يحب الفن التشكيلي يجي يزور المعرض مع عائلته مع أطفاله، يجي يتفاعل وعادي ترى يجيب معه الأطفال، لأنه أنت تنمي فيهم روح حب الفن. الفن هذا يرقق قلوبهم يخليهم جميلين. أعيد وأكرر، هذا المعرض موجود في مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف ومفتوح إلى يوم السبت القادم. للجميع الدعوة. وبكده تكون انتهت جولتنا لهذه الليلة. والآن بشرب الشاي، اعطشت لحظة. شكرا لجماعة الفن التشكيلي نزلت هنا لأن الإضاءة صارت أفضل. لجماعة الفن التشكيلي بالقطيف ما قصرتوا، حسن استقبال وترتيب وتنظيم، مشاركة فنانين فنانات، شيء راقي. شكرا شكرا جزيلا.